يمكن عشان خايف عليكي مش بخليكي تشتغلي الفترة دي، مش عاوزك تشتغلي الفترة دي. هقولك على حاجة، أنا طول عمري شغلي كله بيجي من عنده. عمري ما رفعت سماعة التليفون لحد غير مرة واحدة. من زمان ولا من جديد؟ مرة واحدة. من جديد؟ كان من سنتين كده ثلاثة. مرة واحدة، وبسبب إصرار ناس صحابي، يا حنان بلاش بقى وبلاش، طب ما صاحبك عامل وفاكرة ده عامل شركة إنتاج، بلاش الحركات دي، طب اتكلم، عارفة لما حد يضغط على، طب خلاص هكلمه. أنا ما عنديش حتة الأنا في حياتي. عادي ممكن أتكلم، ليه لأ؟ عادي وليه لأ؟ وليه هنخسر لأ؟ إيه؟ ودرس. ليه؟ عمل خدت إيه؟ درس. عمل إيه؟ قال لي، عارفة لما حد عارف حنان كويس قوي وانتي عارفاه من وهو صغير وكبر، وعارف حنان عمرها ما كانت بتتكبر على اي حد، وعارف حنان عمرها ما كانت من الممثلات اللي كانت، بالعكس كانت فاتحه، يعني تدخلي اوضتي في المسرح اهلا وسهلا واللي انتي عايزاه. انا طول عمري بيتقال عليا البنت الشبراويه الجدعه. مواقف عمري ما كان اللي في جيبي مش ليا، لكل الناس. فانا رايحه في ده، فلقيت، عارفه لما حد ايه ده، حنان شاوي قدامي وبتطلب مني ده، وبعدين لقيت ايه، انا داخله بعشم بقى، لقيت ايه يقول لي خليها على الله يا حنان. قلت له، فانا لقيتني بقى جوايا فجاه الاسد طلع، ده ربنا. قلت له طبعا، انت بتقول ايه؟ طبعا كل حاجة عند ربنا، انت بتقول ايه؟ انسى اللي انا قلت لك ده، انسى اني جيت او اتصلت او كلمتك، انسى. ونزلت من البيت ونزلت من الشركة دي بعاتب نفسي وما عملتهاش ابدا. يا شاء القدر يا شاء السميع العليم، نفس الشركة تطلبني وبعزة في الجزء السادس، أنا لو قلت من ليالي الحلمية، من ليالي الحلمية، وما يعرفوش يعملوا الجزء السادس إلا بيا. شوفي 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 المولى عز وجل. حسيت بكسرة خاطر حنان؟ لا، حسيت إن ربنا بلحظتها، مش بتكلم بعدين، وانت نازلة وانت نازلة. حسيت ان انا عمري ملجأ لأي بني آدم، وربنا فاتح بيبانه على مصراعيها، وما عملتهاش تاني ابدا ابدا ابدا، ومش هعمل كده تاني ابدا.